إلى ولاية تيزي وزو تحتوي قرية الجمعة سحاريج ببلدية مقلع على 99 منبعا مائيا يعود تاريخها إلى العهد الروماني، ومع حلول رمضان أصبحت تستهوي الزوار لتمضية الوقت سويعات قبل وقت الإفطار. تفاصيل مع صفية إبرودان ونجمة بكرشة. 99 ينبوع للمياه الطبيعية موجودة بقرية الجمعة سحريج التابعة إداريا لمقلع بتيزي وزو. مياه تتدفق من تجاويف الصخور الصماء بأعالي الجبال والتي يعود تاريخها إلى عهد الرومان، وهذه الينابيع جعلت منها مصدرا مهم ترتوي منه حتى القرى المجاورة من عرش آث أفلوسن. الجمعة سحريج عندها 99 تليوة تيلي وياكي لي غومان تيدي بوين ارذاكي غاسمي لان ذاكي لي غومان صافي دي زاني صافي 18 سيكل اي زيتي لا دونك بوين ارذر كلي ثموسني وين نسان سكفل تيلي وين سعى ذاكي ثنوثني ومن بعد سين تساوت نفنان صحاب الكوميتي دي فيلاج نجي مع دي دريمان. الجماعة السريج ماشي سوم لك كي توسن توسن سوم زرو لقايني ناس اما نجي انا نعد كان كسوف لا سيدي ربي نيد في كان رجع على كل حال مي لا خاص حصو ما نقات سول مسول نول ما تي اذا خلي كان جمعه سريج اكل عرش دقي تروحون تسقمل جامي روح دور فان الراث انا خمسه بروبليمي والفال كونترير نصرح في السن. في كل ركن من هذه القرية نجد منبع مائي يصدر منه صوت خرير أضفى جمالا للقرية التي أصبحت تستهوي يوميا زوارا وباحثي عن المياه العذبة، لا سيما في شهر رمضان لتمضية الوقت سويعات قبل وقت الأذان. اليوم تنسعى شحال قرونا يا كي نسعى اكثر ديال النقد يزين ماشي حاشا ديال النقد يزين مام كيلي ولايه نظام صروحون كلما مشى من الشتوى غمدا نفذو تروحون تاكل من داكي سواطاس فوالا كل تمديد كل صباح وكل فوالا تروحوا تدم مسيرة الشتوى من داكي وي تجمع تاكل من الغاشي تاكل من وين ما هو ذي يقول مرحبا على السلامة غمانا ربا لا ربا اذا نكوني كوكس انا من العالية خاطر وقينا روبين يا غوثن رمدنا حاشا كان ودرة ما راه هني رغم أن هذه المنطقة تم ربطها بالمياه إلا أن سكانها ما زالوا مرتبطين ب99 منبعا والتي أبقت على القرية طابعها القديم.